اليوم غندير واحد البريوات بالكروفيت بنانين على الطريقة الآسيوية والبنة على حسابي. أول حاجة غادي ناخذ واحد المقيلة تكون سخونة. واحد النصيحة من عندي، ضروري ضروري إن شاء الله توجدوا الثومة والزيت تحنوا على تيساع، كتبقى تقريبا واحد سيمانة في الثلاجة وكتبقى ديما ما نبقاش أنا نقطع الثومة نقطع الثومة نقطع الثومة، نوجدها على تيساع. بسم الله، واحد المعلقة كبيرة غادي نزيد عليها البصله مشلطه، ونزيدو عليها الفلفله، فلفله حلوه، ونزيدو عليها الكاروت، كاروت كيعطي واحد الحلاوه باش كيهرس لنا ديك الملوحيه. نشحر كلشي مزيان، هاد الحشوه ان شاء الله تقدروا ديروها في جميع الاستعمالات. اليوم غنديروها في بريوات، هادشي اللي عطى الله. بلاص الكروفيت تقدروا ديروا الدجاج، المهم كندير اليوم الكروفيت. الكروفيت ما كيبغيش طياب بزاف، هوب نشحر كلشي مزيان، حتى الخضره ما طيبوهاش بزاف باش نبقى داك الكروكون ديالها وتبقى طريه. من الاحسن نخليه يطيب مده ديال 4 دقائق، ومن بعد 4 دقائق غادي نزيد العطريه. العطريه ما كتبغيهاش بزاف، شويه ديال سكينجبير، الابزار طبيعه الحال الاسود، اسود كيكون حار شويه، والمليحه شويه المليحه لان غنديروا فيها الصويا صوص. بالنسبه للصويا صوص حاولوا ديروا مواتي مواتي، زعما نص نص ما بين ثقيله وخفيفه. بالنسبة للفيرميتيل سلقتها على تيساع وغادي نقطعها بالمقص باش ما تكونش كبيرة. نزيدها على الخليط، هوب نزيد ليها شوية ديال المعدنوس وشوية الهريسة طبيعة الحال، حنا مغاربة كيعجبنا الحار والهريسة اختيارية، وغادي نشحرها واحد المده ديال 3 دقائق. الحشوه ديالنا وجدات. المهم واحد النصيحه ضروري تكون عندكم، عمركم تستعملوا الحشوه هي سخونه لان غادي تقطع لكم الورقه. غادي نعمر دابا البريوات، المهم كلشي كيعرف يعمر، داكشي يكون تيول. ونطويهم على حقهم وطريقهم.